علاش فما برشا مواطنين في تونس يتشكاو من سوء المعامله ومن سوء الخدمات في المستشفيات العموميه؟ ما باش نحكي لك اختي، والله هذه ديجا يرحم والديك، انا نعيش لبرا وصاحبي يعيش لبرا، عندي اختي مريضه مشينا هذاك نتاع شو اسمه وين الزهره ولا رادس ولا شيء غريب مدام، والله مصورهم في فيديو لو سخ بارتو يتكيف فيش البير وجيت نتكلم فيه، قال لي شنو شيمك انت؟ شبيك انت مريض جاي تداوي؟ والله يا والقران الحالات والاخرى اجا لهنا والاخرى يمشي من بعد داخل القوم ما لقالوش الدوسي بتاع التحليل، لا ما تماش والله ارجع ارجع المره الجايه عام الجاي. اختي مسكينه مش يعملوا لها كل مش نعرف سيريم ولا اسمه ايش سميوها في تونس، والله يا ودي حاله قعدنا حتى للستة نتاع العشيه، والله العظيم من ماضي الساعه تو يجي انا امشي تو بقضي انا اللي تي لا او لا لا ما شافكمش شنو ايش احنا رانا دبير صغار يا اخي تاع بتشوفني انا وين كيفاش ايش نو قعدت ست سوايع تستنى معناه اي ومن بعد كي جا نو شريان انت عامله لا لسه انت عامله رونديفو قبل سي بيان دوماج تو نشوفوا لك كيفاش وقعدت الحكايه كيكا حتى اللي هزيتها من بعد الوحده عملناها ب 800 ودرك دستينا في الخاص في الخاص والخواص عاد غاديك تبدا يسمعوا فيك جاي من برا وخايتي مطرقه بالمطرقه قلت لي انت من اللي بدينا قلت لي فما مقارنه بين السبيطارات في تونس وبين الخارج لا غريب ما هو السيد هذايا قد برشا مرات في السبيطار يحكي لكم تلفزة انترنت الكمبيوتر فرش وحدك بيت كبيرة فما سبيطارات في تونس باش نب جبانة يحل على جبانة وين هذا سبيطار كي تحل الشباك ودي تكون مريض في الفرش تجيب في الموتى كيفاش باش تعيش ما خدت صاحب ياسر ممكن يموت لو حوجي في الجبانة ديريكت يا بالرسم يا ودي ورسم محمد صدقني انا وياه انا برسك 40 سنه في سويسرا هو اقل شويه والله نجيو لهنا نعملوا فيزيت والله ربي يعطيكم الوقت الطيب من المعاملات كل شيء امش اقول لك اخر ما صار مشينا عند ربك صار بشهر ربي قلت فرقيت تحت وين الغرام عاود رجع حالي عمار قلت ليه قال لي سريان ليه هزها الطاوله مايله كله الطاوله مايله لا الطاولة مايلة تحط صحن غاديك الطاولة بسست يجيك استنيني خلاه نفس الشيء يعني المعاملة كما هنا كما في سويسرا ولا؟ تصلي على محمد أنا معاملة تعرف في صدقني ما عنديش فلوس ده ويسميك بالاسم العائلة ميسيو والله بالحق ويجي ويحطوك وحتى كي مثلا تبدا ريخت انا واحد من الناس عملت 1983 وفي بالو اكسيدون قراب ما نعرف حد والله عائله بجنبي سويسريه تكلفت بيا وتعرف تخش عليا ولد ما تخش عليا حاجه انا يعني توجهوا وجابوا لي كما ديني تليفون قبل والحاله على الفرق لهنا الشر الشر على خاطرش المستشفيات ما فيها شيء المستشفيات نتاعنا حالتها تكرب تحكي عن تجربة ولا حاجة تسمعهم؟ أنا كنت نداوي في المستشفيات بعد بدلت المنظومة خاطرش المستشفيات لا أراك الله مكروها خاطرش من أبداها من أقل واحد مستوى حتى لأعلى مستوى المعاملة والأدوية ما ثماش النظافة ما ثماش كل شيء فيها ما ثماش حتى المواطن ربي يهديه زيد مش كان خاطر انا هاني قلت لك عن تجربه معناها نحكي معك انا ريت التضحيات ريتها في السبيطار العمومي ما راهيش حتى بقع الناس راهم جنود بالرسمي معناها يعملوا في برشا برشا خير ابار خدمته اللي واجب عليه يعمل في الزيت معناها كي يمشي له هو يعلم ربي بحاله يبدا قدامه 100 مريض ولا 30 ولا 50 مريض ويجي يبدا يعني ظروف خايبة يخدموا فيها راه وقلت التجهيزات وكل شيء سي نورمال باش يولي على اعصابه يعني الفيرملي ولا الطبيب ويخرج شوية من سينته وما يرحم والديهم الحقيقة احسن موقف عشته انه رقد معايا واحد في الكورونا راجل كبير تتعامل معاه الفيرملية تقولش عليه به تبدل له حوايج وتدوش له وتنظف تقولش عليه به معناها حاجة برحة تخليك تبكي وقتها بريود الكورونا والناس ماك تعرف كيفاش كانت وكل شيء يد يعملوا فيه حاجات راه مورال خيال راه
ما نجمش نحكي لك حكايه برك، ثم برشا حكايات ما انا ما عادش نتذكر برشا حكايات بهين على الاخر. القطاع العمومي يرحم والديه. من قلت الاطارات الساعه وهذاك هو نصور انا من قلت الاطارات، خاطر فماش اطارات اللي ما تكفي، مش هما يبداو عندهم وسع بال برشا ينجموا الكم اللي جاهم هما معناتها ينجموا يلبيوا له شي يحبوا. هذيك امكانياتنا كتوانس، هذيك امكانياتنا، ما عندناش حاجه فهمني الفوق جمال واحد فهمني. المواطن باش يمشي يداوي، الامكانيات ضعيفه في المؤسسات العموميه، الظروف يعلم بها ربي، سواء المواطن والا اللي يعمل في الصحه العموميه. انت وين تعالج مدى؟ في الخاص ولا في العمومي؟ في الخاص، في العمومي يا ربي، في العمومي نمشي عندي مرض مزمن، نمشي كل ثلاثة شهر عندي كنترول. و صار معاك موقف خايب مثلا في السبيطار؟ والله صار عملت عملية في الحروق، وفما حاجة زادا نحب نعملها رمارك كبيرة بحكم تجربتي. تصور الطب عندهم أخلاق ما شاء الله ما شاء الله، ولكن الفريم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا بالمجد. يبدأ هو يعبر عليك وكأنه هو طب، قلت لك أخلاق مش نورمال. والفرملي صار معايا موقف، عملت عملية على الزيدة، الفرملي عامل فيا شفت كأني حاجة تافهة بالنسبة لي، وأنا بجرحي وحال حالي لو علق لا حول ولا قوة، عامل فيا كأنه معناتها إنسانة مش إنسانة، معناتها أخذوا موقف وقت أولادي وهبطوه مش يعمل، معناتها مش يوقفوا عند حده يعاقبوا. هاي اي هكا كيفاش كان يتصرف معك؟ بغلظه وما فماش اخلاق، ما فماش كويس. لا 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 لا، انا مجروحه وعملت عملية ارجوم معناتها حالتي، وفي 62 سنه تصور انت ما تجيش الحاله هذه ديما العباد كل، فهمت؟ والراجل يعبر عليه يقولش عليه نستني حاجه هكا. انا ما نجمتش خاطر وقتها مجروحه، قلت لا تقربني لا لا تعالجني ولا تبدل لي الفاسمه نتاعي ولا تقربني مش عليا، فهمت؟ عندي السكر والدم وشحم فهمتني، وبالرغم هذاك الكل لحشم لا من طولي لا من عرضي لا من عمري. في الخاص. في الخاص، علاش ما تعالجش في المستشفيات العموميه نتاعنا؟ والله ما هو عندك المنظومه نتاع طبيب العائله، عملنا طبيب العائله. اما زادت المنظومه العموميه باهي، يعني قعدت في السبيطار في الكورونا عينيه باهيه وباهي باهي السبيطار معناها. ما يعني مالجري تضرت يعني الصحه وقطاع الصحه من الهجره نتاع الطب ونتاع الفريمليه وكل شيء، اما باقي واقف به مش شكلي بالكدا بالكدا، اما صافا يعدي يروح بالكدا بالكدا معناها. هو ديجا هو مغطي حاجيات التوانسه اللي عندهم المنظومه العموميه الكل. صارت معاك مواقف صعيبه خايبه شويه؟ والله شنو صارت معايا؟ اني مشيت مرض الدوسي مثلا ضاع. الدوسي نتاعي لوجوا عليه رصاتي من الصباح روحت قرب الستة نتاع العشية، هان لوجوا لك على الدوسي نتاعك، لوجوا على الدوسي نتاعك الدوسي نتاعك اللي فيه التحاليل وفيه تصاور وفيه كل شيء. كل شيء في كل شيء، انا لوجوا لك على الدوسي. لقيتوا بعد؟ الله يعلم لقوهولي ولا ما لقوهولي، اما عديت في الاخر يعني مش الله يعلم لقوه ولا ما لقوش، اما انا يعني عديت مش ما عديتش، اما يعني بعد ما ركبك العصب وركبك ستريس ضغط كامل يعني واحد يزيد يمرض مش يزيد يعني يمشي يمشي يداوي يروح مريض. واصلت تعالج في السبيطار ولا خرجت؟ لا خرجت من المنظومه نتاع السبيطار جمله، انا ما عادش نداوي في السبيطار. بلا فين تعالج؟ توا بدلتها استرجاع مصاريف. في الخاص يعني؟ في الخاص ايه، اللي تبدلتها استرجاع مصاريف. ولو انه راهو حتى استرجاع المصاريف راهو حتى بفلوسك تتعبي، راهو انا تو كنت نداوي بالفلوس وتتعبي تمشي نهار كامل، معاملات في كل شيء راهو على فكره، راهو حتى في بالفلوس معاملات. نرجعوا لملفك الضايع مدام، كيفاش قالوا لك راهو الملف ضاع؟ اي الملف نتاعك مازلنا ما لقيناهوش تو نلقوه حتى نلقوه. كيفاش ملف نتاع مواطن بكل تحاليل خذيت وقت تصور خذيت وقت تقارير طبيه الكلها وبعد يبيع؟ هذه في السبيطارات ماهيش غريبه راهي، هذه كل شيء في السبيطارات في السبيطارات ما موجود. اي ضاع بعد كي هكا عديت الله يعلم لقوه لي ولا ما لقوش لي، فهمت؟ سي بور سا هربت انت؟ انا هربت من السبيطار يعني نعديه نهار كامل اكتظاظ ياسر، فهمت؟ وتبقي بنهارك في السبيطار وتستني
تعب مرض بالحق، تمرضي في السبيطار تمرضي، تزيدي مرض على مرض. الحق بتاع ربي ضربه هكا وضربه هكا، فهمني؟ والمعامله متوسطه، ماهيش شكل المعامله، فهمني؟ خاصه في كثر الشيء كثر من الامراض من كذا، واللي يخدم في الصحه زاد يسر عليه ظروف، فهمني؟ قداش في شيء، فهمني؟ كما الطبيب للفرم اللي يخدم عامل اللي كذا، فهمني؟ هذاك هو، هذيك ظروفنا، فهمني؟ صار معك موقف خايب خلينا نقوله؟ لا بالنسبه لي انا لا. جمله صار معك موقف به عجبك مثلا؟ هي يلزم المواطن كي باش يداوي زادة، ثم ظروف يتحملها وثم ظروف، فهمني؟ اوكي يسيس روحه وكهو باش يلقى المعامله الباهي، فهمني؟ خاطر توا بشر يبدا يخدم في الصحه وجوها بالمئة بالمئة وخمسين مواطن باش يداوي، ثم لازم ثم انعكاسات وكذا ومن يتقبلها المواطن وكهو.